التقى فريق الحوار الوطني الجنوبي الخارجي في مدينه كولن الالمانيه بعضو مجلس القياده الرئاسيه اللواء الركن فرج البحسني وبحث رئيس فريق الحوار احمد بن فريد وعضو الفريق سعيد الجريري خلال اللقاء مع البحسني عددا من القضايا العامه وخاصه ما يتعلق بقضيه الجنوب وسبل حلها. استمع اللواء البحسني ايضا الى رؤيه فريق الحوار الجنوبي وشدد على اهميه المضي قدما فيها نظرا لحاجه الجنوبيين اليوم الى كل ما يمكن ان يوحد صفوفهم